السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام حياكم الله في برنامج هيلثي لايف. من خلال شهر رمضان الكريم راح نقدم لكم نصائح متنوعة وتمارين رياضية وكيفية التعامل مع شهر رمضان من حيث التغذية أو كذلك التمارين. اليوم إن شاء الله راح نتكلم على الأخطاء اللي يقعون فيها بعض الأشخاص في شهر رمضان، وخصوصا في أشخاص يقول لك أنا وزني يزيد برمضان، زيادة الوزن بنسبة عالية، وكذلك بعض الأشخاص ممكن أنه ينزل في شهر رمضان. طبعا الطبيعي أنك تنزل بوزنك في شهر رمضان لأن عدد الوجبات قليل، ولكن في بعض الأشخاص لما يتناول في رمضان يتناول وجبات أكثر من الأيام العادية، أو نقول الأطعمة الغير اللي هي فيها فائدة كبيرة، تكون فيها نسبة سعرات حرارية عالية، كربوهيدرات عالية، فبالتالي تؤدي إلى زيادة في الوزن. وخصوصا فترة تناول الغذاء في شهر رمضان أقصر من فترة الصيام بشكل كبير، فأنت هنا عندك الفترة هذه المعدة نفسها على أساس تهضم تحتاج فترة طويلة. أنت لما تتناول وجبة تحتاج ما بين ساعة إلى ساعتين تقريبا على أساس تهضم بشكل كلي، فبالتالي تتجه حق وجبتك اللي أنت تتناولها. أما الأشخاص يتناول وجبة الفطور، من بعدها يتناول مثلا اللي هو الحلويات، من بعدها يتناول على طول مثلا قبقة أو غيره من خلال شهر رمضان. طبعا احنا في عندنا أمور كثيرة نقوم فيها، وخصوصا الأكل في شهر رمضان يصير ما شاء الله بشكل كبير، وخصوصا الأطباق تكون متنوعة، فحاب انه ياكل من كل الأطباق هذه بشكل بكميات عالية، فبالتالي تؤدي إلى زيادة في الوزن. فأنت هني لازم تسوي كنترول على نفسك، لازم تسوي لك جدول غذائي تقدر تتناول كل شيء. أنا ما أمنعكم مثلا، أو أي شخص ما يمنعكم أنك تتناول الغذاء، وغلط أصلا أنك تحرم نفسك بشهر رمضان، أن خلال الشهر الفضيل هذا في أطباق تصير عندنا معروفة حق شهر رمضان فتحب أنك تتناولها. لا، تناولها ولكن بعقلانية وبكميات قليلة. على سبيل المثال أن الأخطاء اللي يقعون فيها يتناول أثناء فترة الفطور كميات كبيرة تؤدي إلى التخمة، فعملية الهضم راح تكون حق المعدة أنت صدمتها، أنت أساساً خلال فترة الصباحية ما تناولت، فبالتالي المعدة مو شغالة معك، المعدة خاملة، المعدة مرحلة كسل، الدم نفسه ما اتجه إلى المعدة، فأنت عندك خلال فترة الغذاء ليش نحن نصاب في خمول؟ لأنه أو في كسل، لأن الدم كله يتجمع في المعدة، فعملية الهضم تبدأ في الجسم. فأفضل طريقة أنك ما تتناول كميات كبيرة، تبتعد عن الكميات الكبيرة، تتناول مثلاً اللي هي مثلاً نقول التمر أول شيء، بعدين الشوربة نفسها والسلطة، تريح مثلاً تصلي صلاة المغرب، من بعدها تتناول الوجبة الرئيسية ولكن بكميات معقولة. لو كانت الوجبات الرئيسية أكثر من صنف تأكل من هذا الصنف شوي وهذا وهذا، يعني كميات قليلة، أنت هني تناولت الأصناف ما حرمت نفسك. بعدها تريح إلى ساعتين تقريباً أو ساعة ونص على أساس تهضم الغذاء هذا، تتجه مثلاً حق الحلويات نفسها، أي نوع من الحلويات أياً كان، فتتناول أيضاً خصوصاً الحلويات والسكريات، لا تأكل كميات كبيرة، حاول تأكل كميات قليلة، لأن أنت أساساً الفترة هذه تحتاج أنك تتناول سوائل أكثر، لأن جسمك راح يؤدي إلى نشفان خلال فترة الصيام، فأنت تحتاج أنك تتناول اللي هو تتناول السوائل نفسها على أساس تعوض جسمك، وخصوصاً السوائل تساعدك أيضاً في فقدان الوزن، تساعدك في أمور كثيرة، تساعدك على اللي هو إبعاد المعدة عن عصر الهضم والمساك نفسها، فتساعدك على الهضم، تساعد المعدة على اللي هي الهضم بشكل طبيعي وبشكل يكون يساعدك أنك تتناول وجباتك بشكل صحيح. فبالتالي أنت هني حاول تبتعد عن الكميات الكبيرة، تناول كميات قليلة ومن كل الأطعمة، وخصوصا فترة السحور حاول يكون الوجبة نفسها فيها سوائل، وأيضا فيها اللي هي على سبيل المثال يكون روب، يكون مثلا فيها شوفان، يكون فيها مثلا عندك مكسرات، يعني تتنوع من خلال الأغذية نفسها، وخصوصا المكسرات أو الأفوكادو نفسها، الزيوت النافعة، على أساس تحاول تسد فترة الصيام وتغذي الجسم بشكل صحيح. وهذا كان موضوعنا اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح أقدم لكم تمرين عبارة عن تمرين حق عضلة الأرجل، راح يكون طبعا معي سير المقاومة. طبعا سير المقاومة له ميزات كثيرة، يساعدك على تحريك عضلات جسمك بالكامل، تقدر تتمرن في أي مكان، وكذلك يساعدك على تأدية أي تمرين بشكل صحيح وزيادة مقاومة السير من خلال اللي هو مثلا تطويل السير أو يكون أكثر السير. وفي نقطة أيضا في مهمة، يساعدك على تقوية العصب، وكذلك راح يساعدك على أيضا أن يكون في شد وجذب ما بينك وما بين سير المقاومة. راح يكون تمريننا الأول، هذا طبعا سير المقاومة معي، راح يكون بالشكل هذا. أثبت سير المقاومة بالشكل هذا، أثبت الذراع بالطريقة هذه، لاحظ الرجل هذه معي تكون بالشكل هذا. حاول طبعا انك تثبت الجسم بشكل صحيح وبالطريقه هذه. حاول اشد السير اكثر معاي بالطريقه هذه، لاحظ انا قصرت السير على اساس تشد مقاومه السير معاي اكثر. اثبت الجسم بشكل هذا، اصعد الى الاعلى. فائده التمرين هذا راح يساعدني على شد عضلات الرجل نفسها الخلفيه معاي بالطريقه هذه. طبعا بالنسبة حق مثلا يكون بعض الأشخاص ممكن ما يكون عندهم توازن، ممكن يسوي التمرين بالشكل هذا. شوف لاحظ معاي أثبت جسمي، يحاول أن يسند نفسه مثلا على أي جهاز، سواء الطوفة سواء الجهاز الموجود معاي، أسند بالطريقة هذه أصعد إلى الأعلى. هذا بالنسبة حق الأشخاص ممكن ما يكون عندهم توازن أو مبتدئين بالتمرين نفسه. ففي عندك طريقة أخرى أيضا بشكل هذا، لاحظ أما الطريقة الثانية بشكل هذا. طبعا هذه الطريقة الصحيحة للتمرين. الحين راح أبين لكم الطريقة الخاطئة للتمرين. الطريقة الخاطئة للتمرين لاحظ، ممكن لما أمارس التمرين بشكل هذا، لاحظ الطريقة هذه، هذه الطريقة ما قاعد تفيدني، لأن أثناء الصعود الريل هذه قاعد تكون محنية إلى الأمام، وأيضا هذه يكون فيها التواء إلى الأمام نوعا ما. لا، أنت لازم تكون مثلا شادة معك، الطريقة الصحيحة تكون شادة معك بالطريقة هذه. الحين طبعا راح نتجه حق التمرين الثاني اللي هو عبارة عن تمرين الإسكوات. أقدر أني أمارس تمرين الإسكوات من غير حبل المقاومة بالشكل هذا. هذه الطريقة الصحيحة للتمرين. طبعا أول شيء راح أبين لكم خصوصا تمرين الإسكوات على أساس ما تسبب لكم أي إصابة. لاحظ من الزاوية هذه طريقة جسمي راح تبين معاكم نزولي بالشكل هذا، أصعد بالطريقة هذه. هذه الطريقة الصحيحة. الطريقة الخاطئة لاحظ معاي طريقة الصدر، طريقة الجسم من الأعلى، وأيضا طريقة الرجل. لاحظ الصدر راح يكون الى الداخل، هذه طريقه خاطئه اول شيء. ثاني شيء النزول راح يكون نزولي الى الامام، لاحظ هذه طريقه خاطئه. لا، انت لاحظ التمرين يكون معك صدر الى الامام بشكل صحيح، اصعد بالشكل هذا. الحين طبعا راح اخذ مع سير المقاومه الطريقه هذه. سير المقاومه راح يساعدني على شد أكثر حق عضلة الرجل. أثبته بالشكل هذا، أنزل أصعد بالطريقة هذه. هذه طريقة التمرين. طبعا عدد العدات تكون معك حسب لياقتك البدنية، تكون ما بين 5 إلى 10 إلى 15 إلى 25، خصوصا أن الرجل تحتاج عدد تكرارات أعلى على أساس تساعدك أنك توصل حق الألياف الصعبة اللي هي في عضلة الرجل وتطورها قدر المستطاع. وهذا كان تمريننا اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبلة، وتقبل الله طاعتكم.